صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم. حلقه جديده من هذا الصباح، لقائنا معاكم اللي بيتجدد يوميا على شاشه النيل للاخبار. كل يوم فريق عمل جديد بيلقاكم في هذا الصباح تقريبا ساعتين حتى قبل العاشره بقليل ان شاء الله، معاكم على الهواء مباشره ومجموعه من الفقرات والحوارات. صباح الخير. صباح الخير نرمين، وصباح الخير عليكم. صباح جديد وان شاء الله يكون صباح مليء بالامل والتفاؤل. يمكن اللي بيسيطر على الجرايد على الموضوعات النهارده حزمه القرارات اللي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس في الاحتفال بالام المثاليه، وعده قرارات تبناها الرئيس واعلن عنها الرئيس كلها بتصب في صالح المواطن المصري. لا، قرارات كانت جميله جدا، واعتقد ان هيكون ليها مردود وصدى ايجابي. الكل بيتكلم عن هذه القرارات رغم ما ستتحمله الحكومه طبعا من اعباء ماديه نظرا لهذه القرارات، ولكن إن شاء الله هيكون ليها مردود إيجابي على الشعب المصري وأدت للشعور بالارتياح نوعا ما. صحيح. بس المهم بقى ما يقابلهاش زيادة في الأسعار. وزي ما قال الرئيس، إحنا لو في أي حاجة حاسين إن هي تمنها أغلى من المفروض أو اللي ينبغي إن يكون تمنها عليه، نستغنى عنها بمنتهى البساطة. يعني صحيح، مش محتاج. يعني ممكن إن شاء الله بإن إحنا نتكاتف مع بعض ونعدي هذه المرحلة الصعبة اللي بتعيشها مصر حاليا. صحيح. هو المنتظر دلوقتي بقى ان الزياده اللي من 1200 ل 2000 دي للعاملين في القطاع الحكومي للدوله. نتمنى القطاع الخاص هو كمان يحظى حظو يكون ليه نصيب ان شاء الله من الموضوع ده برضه. الناس تزيد برضه، يعني الفلوس حلوه ان شاء الله. ده ان شاء الله هيكون زي ما قلت حزمه القرارات اللي تبناها الرئيس واللي اعلنها الرئيس السيد الرئيس بالامس جاءت في الاحتفال بالام المثاليه. دوت هيكون حوار معانا في من ضمن حوارات هذا الصباح، حوار عن دور الأم والمرأة المصرية في بناء الأسرة والحفاظ على تماسك المجتمع. هنتكلم عن دور المرأة، التحديات اللي بتواجهها بشكل عام، طموحات المرأة، المكتسبات اللي اكتسبتها المرأة سياسية اقتصادية اجتماعية. إن شاء الله ده هيكون معانا أحد الحوارات في هذا الصباح. واحنا بنتكلم عن دور المرأة، في دور آخر لا يقل أهمية عن دور المرأة وهو دور الشباب. الشباب العربي ككل هم الكتلة الضاربة في المجتمعات العربية بأكملها، هم اللي عليهم إن شاء الله عبء التنمية والتطوير لمجتمعاتهم والأوطانهم. هنتكلم عن كيفية تنمية الابتكار عند الشباب العربي، إزاي ممكن ننمي مواهبهم، إزاي ممكن ننمي انتمائهم لأوطانهم والحس والوعي السياسي اللي بيؤدي بيهم في النهاية لتنمية وتطوير المجتمع وتأكيد الانتماء له. هنتكلم بشيء من التفصيل على هذا الموضوع إن شاء الله. صحيح. وبرضه هيكون معنا زي ما بنعودكم قراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية صادرة صباح اليوم. هنحاول نلمكم أغلب العناوين اللي موجودة في الصحف المصرية، وبالتأكيد القمة القروية بين الأهلي والزمالك بالأمس تعدوا 0-0. صفر صفر. بس كانت الأجواء صعبة جدا، يعني حاسة إن هم كانوا بيلعبوا في حمام سباحة أو في الطين يعني. طبعا بس الحمد لله ان النتيجه كانت مرضيه للطرفين. لكل الاطراف. ما احنا هنحاول نعرف بقى احوال الطقس ان شاء الله. الطقس المتنوع يعني معانا طبعا وقفتنا برضو اخبار الرياضه، هنتعرف على تفاصيل القمه ديت واخبار رياضيه اخرى واخبار برضو المال والاعمال اخبار الاقتصاد ان شاء الله. بعد الفاصل هنكون معاكم في هذا الصباح. ابقوا معنا. خير. صباح جميل عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع مهم يهم ناس كتير، وهو عرق النسا او سياتيكا نيرفا. طب ايه هو عرق النسا دوت؟ هو الم شديد جدا بيحصل في الرجل كلها بطول الرجل، وبيجي من عند الظهر من فوق لغايه رجلي من تحت. طيب ايه اسباب عرق النسا، او اصلا ليه سموه عرق النسا او سياتيكا نيرفا؟ لان المه قوي جدا، فمن كتر قوته الانسان اللي بيبقى عنده الالم دوت بيبقى مش قادر يركز في الحاجه اللي تبقى معاه في الوقت اللي فيه الالم ده، فمن كتر ما الالم شديد بيبقى ناسي الالم ده، عشان كده سموه سياتيكا نيرف او عرق النسا. طيب سياتيكا نيرف او عرق النسا بيجي نتيجه ايه؟ يعني ايه الاسباب اللي بتخليه ان هو يحصل؟ حاجتين، يا اما مشكله في اللامبر ديسك او اللامبر ريجن، يعني مشكله في الفقرات القطنيه، يا اما مشكله في عضله اسمها بيريفورمس او عضله اسمها العضله الكمثريه، دي موجوده في الالم. طيب ايه الفرق بين ده وده؟ بيبقى نتيجه اول حاجه السيمتومز او الاعراض،
لو الموضوع جاي من البي ريفورمز بس او العضله الخماسيه اللي هي موجوده في الاليا، بيبقى في الم شديد جدا موجود في طول رجلي، غالبا بيبقى موجود يا اما من ورا من خلفيه يا اما من ورا من اماميه. والالم دوت لما بيحصل بيبقى زي ما قلت الم شديد جدا في اول فتراته او اول ظهوره. طيب لو الموضوع جاي نتيجه الانطلاق الغضروفي او نتيجه الفقرات، بيبقى جاي معاه تنميل او جاي معاه عدم احساس بالمكان اللي فيه الالم، سواء كان بقى بمشط رجلي او مثلا بالسمانه، وبيبقى عندي تخديل يعني مش قادر ان انا احرك رجلي. ده لو كان الموضوع جاي اكتر من اللامبر ريجن او جاي من الفقرات القطنيه. طيب ازاي نقدر نفرق بين الاثنين؟ لو الموضوع جاي من البي ريفورمس او جاي من العضله الكونسريه، بيبقى غالبا ليها كذا تيست هنحاول نوضحه مع بعض دلوقتي مع كابتن عبد الله. ممكن تبص بعد اذنك. اول حاجه البيريفورمس او العضله الكونسريه ديت هي ماسكه من السكرم او من الفقرات القطنيه، اخر الفقرات قصدي العجبيه، لغايه الهب، لغايه الحوض. هي عضله مستعرضه بالشكل ده وديبر عميقه. العضله ديت صغيره جدا بس مهمه جدا، لان بيعدي من جنبيها ساتك نيرف او عرق النخاع. لما العضله ديت بتتقلص او بيحصل فيها سباسم، بتبتدي ان هي تضغط على العصب او تضغط على عرق النسا اللي هو المفروض طالع من السباينال كورد او النخاع الشوكي او النيرف روت. فلما بتضغط عليه بيبتدي تعمل التهاب في العصب ويبتدي يعمل الام القويه اللي بتحصل في الرجليه كلها. طيب لو الموضوع جاي اكتر من البيريفورمس سندروم، بتلاقي غالبا الالم مسمع في الرجل كلها، اي نعم، بس التنميل اللي موجود في الرجل بيبقى مش بصوره كبيره، والحرقان اللي موجود في الرجل مش بصوره كبيره، بيبقى الاكثر الم شديد مسمع في الرجل كلها. طيب ازاي نقدر نفرق بين الاثنين؟ اول حاجه خالص بنعمل ام ار اي رنين على الفقرات القطنيه عشان نطمئن الفقرات القطنيه اللي عندي سليمه وما فيهاش مشاكل. رقم اثنين بيبتدي نسال البيشنت او الحاله ايه السبب اللي جاب لك الالم. لو الراجل او البيشنت الحاله دوت اللي بيتكلم قال ان هو شال حاجه تقيله وهو بيشيلها جاله بعديها الالم بوقت قليل، يبقى نشك اكتر ان المشكله جايه في الفقرات القطنيه. لو الموضوع جاله فجأة نتيجة ان هو بيعمل حمل زيادة بيجري كتير، او هو راجل رياضي بس مش بيعمل اطارات كتير استرتش كويس، يبقى غالبا الموضوع جاي من البيريفورمس او عضلة العضلة الكمثرية اللي موجودة في الاليا. طيب لو احنا عايزين نتأكد ان العضلة الكمثرية دي فيها مشكلة، ليها تيست. اول تيست اتفضل مع ظهرك. بنخلي اللاعب اللي عنده المشكلة يحط رجل على رجل، الرجل المصابة فوق الرجل السليمة هو تانيها، اثنى ركبتك، حط دي من فوق وركبتك لبره، وبيبتدي ان هو يمسك الرجل السليمة وياخدها عليه قدر الإمكان. ده بيعمل ستريتش للجليتيوس لعضلة الإليا، ومعاها البيريفورمس أو العضلة الكونسرية اللي احنا قلناها من شوية. فلو في البوزيشن ده في ألم، بيبقى غالبا المشكلة أكتر جاية من البيريفورمس. طيب لو البوزيشن ده ما فيهوش ألم، في تيست تاني ممكن نعمله، ان هو بيفرد رجليه سليمه وانا باخد رجليه المصابه لوحدها وابتدي ان انا اثنيها لجوه للبوزيشن ده. خليك ريلاكس انت خلاص يا عبد الله، واجي انا قدامه في الوضع دوت وابتدي ان انا اخد ستريتش عليه بصوره اكبر لقدام. كل ما اخد ستريتش اكتر، كل ما بشوف درجه الاريحيه او المدى الطبيعي بتاع العضله بتاعت البيري فورمس. لو كانت العضله في وضعها الطبيعي ومفيش عنده بين او الالم اللي عنده خفيف، يبقى ده يديني دليل ان العضله اللي عنده ما فيهاش مشكله، والمشكله اكتر جايه من الديسك او من اللمبر. طيب هل ممكن المشكله تحصل نتيجه الاثنين مع بعض؟ وارد جدا، ممكن طبعا تحصل جدا بسهوله نتيجه الاثنين. فعشان كده لازم نوضح ان لما يحصل لنا عرق النسا او التهاب في عرق النسا، لازم نقدر اول حاجه طبعا نشوف دكتور عظام كويس يبص علينا، ثاني حاجه نعمل اشعه رنين على الظهر عشان خاطر نتاكد ان احنا ما عندناش المشكله ديت، ثالث حاجة نشوف حد معالج اختراق طبيعي او تأهيل كويس يشتغل معانا عشان خاطر يرجعنا لوضعنا طبيعي في وقت قليل ان شاء الله. اشوفكم على خير الحلقات الجاية ونتكلم مع بعض عن اصابات الجنسية. تمام. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. هنبتدي معاكم مجموعه من الاخبار، طبعا هنبتديها باخبار الطقس وحاله الجو. معانا الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. اهلا بك دكتور احمد. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. صباح الخير يا دكتور. صباح
صباح الخير يا فندم. حضرتك كنت قايل لنا يوم الخميس اللي فات ان الاسبوع دوت الطقس متقلب الكام يوم اللي جايين دول لغايه يوم الاثنين، مظبوط يا دكتور؟ فعلا هو ده اللي حصل، ان ما زال حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اللي بدات منذ يوم الجمعه مستمره معايا النهارده، متمثله في انخفاض في الحراره ونشاط الرياح مثير المد والاتربه يصل لحد العاصفه في بعض الاوقات على اماكن مخصوصه الصحراويه. ايضا امطار غزيره على الساحل الشماليه على الوجه البحري مدن القناه شمال وجنوب سيناء، خفيفه الى متوسطه على القاهره حتى شمال الصعيد. طيب دكتور احمد، هل دي هتكون اخر موجه من عدم الاستقرار او انخفاض في درجات الحراره وامطار، ولا هنشهد ربما في الايام او الاسابيع القادمه موجات اخرى؟ لا، ما ننساش ان احنا في فصل الربيع، ودي سمات فصل الربيع ان بيبقى فيه تغير في الاحوال الجويه. ايضا ما ننساش التغيرات المناخيه مأثره كتير على العالم كله ومأثره على مصر. ما ننساش السنه الماضيه في نفس هذا الوقت او بعديها مثلا باسبوع او اسبوعين كان حصل امطار غزيره قوي على التجمع الخامس، فدي هيبقى ده تقريبا اللي هندرسه على التغيرات المناخيه ومدى نزول الامطار في فصل الربيع بغزاره. ده متوقع يحصل السيناريو ده السنه دي برضه دكتور، ولا ده مستبعد على التجمع بالاخص؟ لا طبعا، هي ما فيش حاجه مستبعده مع التغيرات المناخيه دي حقيقه يعني. طيب درجات الحراره المتوقعه ايه دكتور احمد؟ السواحل الشماليه النهارده بتتراوح ما بين 17 و18، الوجه البحري والقاهره 18 19، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه ما بين 21 22، شمال الصعيد 19 20، اخيرا جنوب الصعيد ما بين 22 و23. حالة البحرين دايما حالة البحرين انا بقى لازم اسال على حالة البحرين. طبعا نشاط الرياح مأثر اكثر على البحر الابيض واللي بيؤدي لاضطراب الملاحه البحريه هناك. تمام. طب بعد يوم الاثنين يا دكتور هيبقى الحراره هترتفع ولا هتفضل على المستوى اللي احنا عليه دوت بقيه الاسبوع ان شاء الله؟ لا، هتبدا الارتفاع تدريجي من بكره ان شاء الله. وايضا الرياح هتخف كتير والامطار تنحصر على السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري. شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. طيب نخش على الأخبار بقى. على الأخبار، وطبعا الخبر الأساسي تكريم المرأة المصرية، الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية بالأمس، واللي أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الإجراءات المفرحة حقيقي للشعب المصري، منها رفع الحد الأدنى لأجور المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه ل 2000 جنيه. طبعا زي ما قالت نرمين بقى اعلن عنه السيد الرئيس، جاء بالامس خلال الاحتفال بتكريم المراه المصريه والام المثاليه واللي اقامته وزارتها التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعه وايضا المجلس القومي للمراه. تحيه تقدير خاصه للمراه المصريه العظيمه، بناتي وسيدات النيل وصانعات السعاده والنماء، عظيمات مصر، إن سعادتي كبيرة اليوم بهذه الاحتفالية التي صارت تقليدا سنويا مصريا نحرص عليه، ويعكس شعورنا الحقيقي كدولة ومجتمع تجاه المرأة، زوجة كانت أو أما، ابنة كانت أو أختا، وكذلك تقديرنا وامتناننا للمرأة. بهذه الكلمات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطور ورقي المجتمعات إنما يقاس بتطور ثقافة ووعي المرأة ومساهمتها الفاعلة في بناء مجتمعها وتنميته. جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية التي شهدها سيادته وسيدة قرينته، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. حافظت الإرادة السياسية على حقوق المرأة المصرية ومكتسباتها، عملت عن أن تحصل المرأة على المزيد من الحقوق، وما زال رئيسنا المدافع الأول على المرأة المصرية ومساندها يحلم لها بالمزيد والمزيد. فأذكر مقولة سيادتكم: لا يوجد ما يمنعكن من تحقيق أمالكن، فقط عليكم مواصلة الجهد والعمل والتسلح بالعلم والإرادة، وعلينا نحن أن نفتح جميع الأبواب أمام تحقيق الآمال والأحلام. 20% من السيدات يتحملن عبء الرعاية الصحية
والرعاية الأسرية لأفراد أخرى في الأسرة. ولو أردنا ترجمة كل من العمل المنزلي والرعاية الأسرية مالياً لعلمنا أن قيمتها المالية ستبلغ حوالي 458 مليار جنيه، وهو جهد تبذله المرأة المصرية بمنتهى الإريحية، وهي تؤدي في الوقت نفسه دورها على أكمل وجه كطبيبة ومهندسة ومحامية وكيميائية وأستاذة ووزيرة وغيرها. السعي إلى تحقيق مجتمع يسوده العدالة والإنصاف يشترك جميع أبنائه في بنائه هو إحدى ثمار مسيرة دعم وتمكين المرأة التي تجنيها الدولة. وفي هذا الإطار أعلن الرئيس السيسي خلال كلمته عن عدة تكليفات للحكومة من شأنها استكمال مسيرة تمكين المرأة على كافة المستويات. ولذلك فإنني أوجه الحكومة بما يلي: أولاً، دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها. ثانياً، إنني إذ أحيي تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنني أكلفها بوضع التشريعات المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي. آخذين في الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانونية والحرمان من التعليم أو حرمانها من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق هي جميعاً أشكال متعددة للعنف. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بدراسة أعمق لظاهرة الغارمات للحد من تلك الظاهرة، وأعرب عن تطلعه لتنفيذ برنامج مودة لاستقرار الأسرة وحفظ حقوق الزوجين وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية. كما دعا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة للشمول المالي وتقديم المساعدة للمشروعات الصغيرة للمرأة وتحقيق المزيد من المشاركة السياسية لها، بالإضافة إلى تعديل قانون الخدمة العامة لتدريب الفتيات للالتحاق بسوق العمل. كما أعلن الرئيس عن عدة إجراءات تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة وزيادة المعاشات وغيرها من الإجراءات للتخفيف من وطأة إجراءات الإصلاح الاقتصادي. اسمحوا لي ان انا اقول لكم ان احنا هنرفع الحد الادنى للاجور لجميع العاملين بالدوله المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمه المدنيه من 1200 جنيه الى كام؟ طيب عشان ما اشهركمش قوي، من 1200 جنيه الى 2000 جنيه. اطلاق اكبر حركه ترقيات للعاملين بالدوله لكل من استوفى المده البينيه اللازمه للترقيه حتى 30/6/2019. منح اصحاب المعاشات زياده بنسبه 15% وبحد ادنى 150 جنيه. لقد أثبتت المرأة المصرية جيلا بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل أنها طرف أساسي في معادلة الوطن وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته، لذا استحقت التقدير والتكريم الذي قلده الرئيس السيسي لعدد من الأمهات المثاليات ورموز المرأة المصرية على مستوى الجمهورية. غير مصلحتك وطنك وبيتك وقت الهم وفي حضنها بتلاقي راحتك. هن عظيمة مصر، لطالما سندنا الوطن في محنه وشدائده ووقفنا حائط صد ضد كل خطر يهدد أمن واستقرار هذا الوطن. وفي مصر الحديثة ازدادت مكتسبات المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. اليوم يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي نماذج من المرأة المصرية مؤكدا حرص الدولة على هذه المكتسبات. من مقر الاحتفال بمركز المنارة للمؤتمرات على رشوان، النيل.
بنتابع دايما في قطاع السياحه قطاع الاثار افكار مختلفه للترويج للسياحه وللاثار المصريه بمختلف انواعها بقى سياحيه سياحه المؤتمرات. من ضمن المجهودات اللي بتقوم بها الدوله والحكومه للترويج للسياحه بافكار مختلفه هي ما قام به السيد وزير الاثار خالد العلاني باصطحاب سفراء 30 دوله اجنبيه وخدهم لزياره لقصر عابدين الاثري ضمن سلسله الزيارات الاثريه اللي بتنظمها الوزاره للمواقع الاثريه لسفراء العالم. ودي رساله مهمه بالتاكيد. طبعا قصر عابدين من افخم واكبر القصور الموجوده في مصر وده اللي خلى الزائرين طبعا من السفراء اعربوا عن اعجابهم الشديد بالطراز المعماري الفريد للقصر ومقتنياته الثمينة وأشادوا كمان بالحالة الفنية اللي ظهر بها القصر اللي تم طبعا تجديده وبيشير إلى الأيدي الماهرة المصرية اللي قامت بتجديد وترميم هذا الأثر واللي تم إنشاؤه طبعا زي ما احنا عارفين من أكثر من 150 سنة. تفاصيل أكثر في سياق تقريرنا التالي. في إطار سياسة الدولة لإبراز المعالم الأثرية والتاريخية في جمهورية مصر العربية وضمن سلسلة الزيارات الأثرية التي تنظمها وزارة الآثار المصرية للمواقع الأثرية لسفراء العالم، دعا دكتور خالد العناني وزير الآثار سفراء 30 دولة أجنبية في مصر لزيارة قصر عابدين. رافقه خلال الزيارة دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، حيث تم اصطحاب الزائرين وتقديم شرح لهم باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية. قصر ملكي، عائلة الملكية، الخديوي إسماعيل، ابن إبراهيم، ابن محمد علي. بدأ الفكرة في إنشاء هذا القصر في 1863 اللي استغرق بناؤه 10 سنوات مهندس فرنسي ليون. 10 سنين من 1863 ل 1873 بنتكلم على 550 غرفة، بنتكلم على مساحة 25 فدان منهم 5 فدان مباني وال 20 فدان عبارة عن جنائن وحدائق ملكية. وأعرب السفراء خلال جولتهم داخل غرف وقاعات القصر عن إعجابهم بما شاهدوه من عظمة وإبداع القصر وطرازه المعماري الفريد ودقة تصميماته ومهارة الفنانين العالميين الذين قاموا بتشييده خلال حقبة تاريخية هامة من تاريخ مصر والعالم، كما أشادوا بالحالة الفنية التي ظهر بها القصر والذي يشير إلى الأيدي الماهرة المصرية التي قامت بترميم هذا الأثر الذي أنشئ منذ أكثر من 150 عاما. هذه هي زيارتي الأولى لقصر عابدين وأنا أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على هذه الجولة الثرية. القصر يعد بالفعل تحفة فنية فريدة سواء في المعمار أو الزخارف أو اللوحات والتحف الفنية، وأهم ما يميز هذا المكان أني شعرت بسحر الفن المصري الذي يشبه الفن الفرنسي. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة التي تعد تاريخية، فمصر هي قلب إفريقيا وقلب العالم أيضا بها ثقافات متعددة، وهي مبادرة عظيمة من جانب الحكومة المصرية للتعرف على هذا المكان العظيم، وهذا ما نسعى إليه دائما، نقل الخبرات فيما بين الشعوب وتثقيف الأجيال الشابة وتعريفهم بتاريخ بلادهم. وتأتي هذه الزيارة على رأس خطة الدولة لتنظيم عدد من الزيارات لسفراء الدول العربية والأجنبية بمصر للقصور الرئاسية لإبراز ما تمتلكه الدولة من قصور تاريخية وأثرية عظيمة وما بها من مقتنيات ملكية وأثرية فريدة تعكس أهمية هذه الفترة الزمنية من تاريخ مصر الحديث والذي لا يقل أهمية عن تاريخها الفرعوني والإسلامي والقبطي. جولة تفقدية لعدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية داخل أروقة قصر عابدين، وذلك بهدف تعريفهم بجزء مهم من تاريخ مصر القديم وأيضا أهمية وريادة الفن والمعمار المصري، وذلك أملا في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين مصر ودولهم في المجالات كافة. من داخل قصر عابدين ندى إبراهيم، النيل.
امبارح مصر شاركت في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار تحت شعار تواصل مع الأرض، واللي نظمتها وزارة البيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إطفاء الأنوار من الساعة 8:30 وحتى الساعة 9:30 مساء بمسجد الفتاح العليم وبكاتدرائية السيد المسيح. بكده بتشارك مصر 188 دولة في إطفاء الأنوار في عدد من المعالم الهامة، وبرضو كان في عدد من المحافظات المصرية شاركت، وأيضا عدد من الفنادق الكبرى في مصر. حقيقي ده رسالة، يوم الأرض ده رسالة من الدول المشاركة للدول الصناعية الكبرى للحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. وزيرة البيئة أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشاركة مصر في ساعة الأرض جاءت للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة اقتناع الدول الكبرى زي ما قلت لكم بأهمية مراجعة سياساتها البيئية لتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية، وأيضا رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وزيرة البيئة أضافت أنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لمنصة لانطلاق المشاركة هذا العام كرسالة تعبر عن توجه مصر نحو حقبة جديدة من التطور، تكون التنمية المستدامة هي الهدف المنشود، خاصة أن المعايير البيئية كانت من أهم العوامل اللي تم مراعتها في التخطيط لهذا الصرح الهام. حقيقة رسالة مهمة وأكنها جرس تنبيه كده للدول الكبرى للحفاظ على البيئة. والجميل أن كل سنة مدن ودول وعواصم كتيرة بتشارك في هذا الحدث البيئي الهام. بالفعل شاركت العديد من المدن والعواصم حول العالم في ساعة البيئة بإطفاء الأنوار زي ما قلنا من الساعة 8:30 للساعة 9:30 بالتوقيت المحلي. طبعا رسالة أو صرخة بيتم توجيهها من عواصم ومدن العالم للحفاظ على البيئة وأهمية الحفاظ على البيئة، وإنه ملناش بديل بالفعل سوى أن نحافظ على المقاومات البيئية. برج إيفل خيب عليه الظلام بعد أن أطفأت باريس أنوار أشهر معالمها السياحية احتفالا باليوم العالمي للأرض وبساعة الأرض. وأيضا في هونغ كونغ تم إطفاء أو أغلقت المباني الرئيسية على طول ميناء فيكتوريا، أغلقت الأضواء زي ما احنا هنشوف هو ظلام دامس، تنبيه ورسالة زي ما بنقول للدول الكبرى لتقليل الانبعاثات الصناعية. دول تانية زي ما احنا شايفين عملت الموضوع ده، 188 دولة. هونغ كونغ زي ما قلت لكم أغلقت المباني الرئيسية على طول ميناء فيكتوريا الأضواء، وشاركت أكثر مدن من 3000 شركة في تخفيض أضوائها، بالإضافة إلى بعض ناطحات السحاب في هونغ كونغ بما في ذلك برج بنك الصين والحي التجاري الرئيسي في المدينة، وذلك استجابة للحركة العالمية. وتعد المبادرة أكبر حدث بيئي عالمي بدأ في سيدني باستراليا عام 2007 وشارك به 2 مليون شخص لتتنامى المشاركة خلال الأعوام الماضية وتصل إلى 3.5 مليار شخص حول العالم. زي ما انت قلتي عدد كبير من الدول والعواصم العالمية بتشارك في ساعة الأرض. السنة فاكرة السنة فاتت كانت مصر شاركت، كان برج القاهرة والأهرامات صحيح. السنة دي غير. طيب احنا بكده مشاهدينا نكون وصلنا معاكم للوقت اللي هنتعرف فيه على أهم وأبرز أخبار الرياضة والملاعب. أكيد أخبار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بنكمل معاكم أخبارنا وهنروح للمغرب. تحديدا في يناير 2016 تم وضع مشروع للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، وده كان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومبادرة سويسرية في المغرب لدعم التنمية الاقتصادية لإكليل الجبل في المنطقة الشرقية في المغرب. بالتأكيد المشروع دوت حقق التحسين في جودة إكليل الجبل المباع على المستوى المحلي من قبل الجمعيات التعاونية وتنويع المنتجات المشتقة من هذا، وأيضا تنفيذ تدابير لضمان التجديد واستدامة الموارد
الطبيعية. طب المشروع ده بيهدف لإيه؟ بيهدف لإنشاء إدارة مستدامة لإكليل الجبل في منطقة تواجه مشكلات تغير المناخ والتصحر، وبتنتج المنطقة الشرقية من المغرب أكثر من 60% من الإنتاج الوطني لإكليل الجبل، فهي أكبر منتج لإكليل الجبل في البلاد، والمغرب بيصدر هذه الأعشاب وهي أيضا بتباع على المستوى الوطني. ووفقا للمندوب السامي للمياه والغابات، من بين الأنواع النباتية البالغ عددها 4200 نوع في المغرب، في 800 نوع مستوطن، منها 400 معروف باستخدامه الطبي والعطري، وأيضا بتولد صادرات النباتات العطرية والطبية للمغرب ما يقرب من 65 مليون دولار أمريكي. دي منطقة بتاعت أعشاب وبيتم مراعاتها والمحافظة على تلك المنطقة بإجراءات بتتبناها المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر بالتعاون مع المنظمة الدولية. تونس، المغرب بقى لتونس تحديدا في العاصمة التونسية في مركز تجميل الحيوانات الأليفة. هنشوف كلب صغير كده شعره طويل ولونه كريمي كده أو بيج بيجلس على الطاولة في انتظار الحصول على خدمة قص الشعر وتقليم الأظافر والاستحمام، وده صالون طبعا تجميل حيوانات أليفة بيقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لتحسين صحة ورفاهية الحيوانات الأليفة. لازم ياخد دوره يعني طبعا، مش نظام نظام لازم يعيش حياته كده بلهجة وفعالة وترفيه. شايفين الدلع قدامنا هوت للحيوانات وبياخد شاور قبل ما يحلق شعره، شايفينه مستمتع ازاي وقاعد هادي كده وريلاكس ومبسوط. مشغلينه مزيكا كمان وبتاع طبعا، وهو مسالم جدا وبقول لك هو مستمتع طبعا بالحصار. حاجه لطيفه حقيقه، حاجه لطيفه.